مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد بيتجدد مع حضراتكم كل يوم في هنا ماسبيرو. طبعا في البدايه لابد اني انا ابدا قبل ما اقول هنتكلم في ايه النهارده، باننا جميعا طالعنا منذ صباح اليوم وخبر وفاه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، رئيس مصر الاسبق واحد ابطال حرب اكتوبر المجيده. والحقيقه انه يعني طبعا الكل نعى الرئيس الأسبق، وجاء في المقدمة نعي رئاسة الجمهورية التي قالت ببالغ الحزن والأسى رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة أو أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. الحقيقة ده كان البيان اللي نعت في رئاسة الجمهورية الرئيس الأسبق مبارك. أيضا هناك المنشور الصدر عن القوات المسلحة، وفيه تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة. الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمه راجعون. تخرج منها برتبة ملازم ثاني. التحق مبارك باللواء الثاني الميكانيكي بسلاح المشاة لمدة 3 أشهر، إلى أن أعلنت الكلية الجوية عن قبول دفعة جديدة بها من خريجي الكلية الحربية. فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية، واجتاز اختباراتها وتخرج فيها في 12 مارس لعام 1950. عقب تخرجه تدرج مبارك في الوظائف العسكرية، فعمل بالقوات الجوية بالعريش وفي مطار حلوان، وعمل مدرسا بكلية الطيران، وتدرج في المناصب بها إلى أن أصبح أركان حرب الكلية، وفي الوقت ذاته قائد سرب حتى عام 1959. تلقى مبارك دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي السابق عام 64، ثم أصبح قائدا للواء قاذفات قنابل وقائد لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو لعام 1966. عين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر عام 67، ثم رقي لرتبة عميد عام 69، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في إبريل عام 72، وفي العام ذاته عين نائبا لوزير الحربية. قاد مبارك القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر عام 73، ورقي بعدها من رتبة لواء إلى فريق أول طيار في فبراير عام 74، وفي 15 إبريل عام 1975 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له، ونائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي. عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر عام 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تولى مبارك رئاسة الجمهورية خلفا له في 14 أكتوبر عام 81. في 26 يناير لعام 82 انتخب مبارك رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، وفي 25 إبريل عام 82 رفع مبارك علم مصر على سيناء بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 15 عاما، كما رفع مبارك علم مصر على طابة عام 89 بعد استردادها عبر التحكيم الدولي. تعرض مبارك لعدة محاولات اغتيال، أشهرها التي وقعت في أديس أبابا عام 95، وهي الحادثة التي يرى محللون أنها السبب في بعض الجفاء الذي أصاب علاقات مصر بالدول الإفريقية. تولى مبارك الحكم 5 فترات رئاسية متتالية، 4 منها عبر الاستفتاء، أما 5 فجاءت عام 2005 عبر أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر بموجب تعديل دستوري يسمح بذلك. رحم الله الرئيس مبارك، ومرة تانية بنتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة. وقد أعلنت رئاسة الجمهورية إعلان حالة الحداد في الدولة المصرية وفي الديار المصرية لمدة 3 أيام.
هنبدأ مع بعض الآن فقرتنا. الفقرة الثانية بنوه عنها دايما في البداية للزميلة العزيزة شيرين الشايب، هيكون في ضيافتها الدكتورة هوانم الفقي استشاري علاج الإدمان والإخصائية النفسية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشاب محمد يحيى أحد المتعافين من المخدرات، وحوار حول دور صندوق مكافحة علاج الإدمان. وطبعا ده خطر وموضوع مهم جدا جدا يخص كل البيوت المصرية. أما الموضوع اللي أشرف أن يكون مع حضراتكم فيه اليوم الحقيقة هو مبادرة عظيمة جدا أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن أول تطبيق إلكتروني للهواتف للمصريين بالخارج تحت شعار كلم مصر، حيث يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج ليصبح أداة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع مواطنيها بالخارج باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة. هنتكلم عنه باستفاضة أكتر وإيه الخدمات اللي بتقدمها هذه المبادرة وهذا وهذه الوظيفة المستحدثة على الموبايلات مع ضيفنا المهندس أكرم بدوي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات وشؤون المصريين بالخارج. أهلا بحضرتك. في البداية الحقيقة احنا عايزين نقول ان جهود الوزارة المتولي يعني الوزيرة النشطة نبيلة مكرم مقاليد هذه الوزارة، وهناك جهود كبيرة جدا جدا لتوثيق التواصل مع المصريين بالخارج اللي كانوا مهملين لفترة طويلة وكان لهم شكاوى كثيرة وكان في عدم اتصال بينهم وبين بلدهم الأم. فعايزين نتكلم عن أهم الوسائل المستحدثة بجانب هذا التطبيق اللي تم بالفعل وحقق نجاح في تحقيق مزيد من التواصل مع أبنائنا في الخارج. طبعا كان تكليف القيادة السياسية لما تولت معالي الوزيرة الوزارة في 2015 كان هو زيادة التفاعل والترابط ما بين المصريين بالخارج والوطن الأم، وده كان يستتبعه استحداث آليات للتعامل والتواصل معهم، لأنه بطبيعة المصري خارج مصر ما فيش آليات للتعامل المباشر، بل بالعكس احنا بنعتمد على التكنولوجيا للتواصل معه. فبالتالي كان انتهاج سياسة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ابتداء من إنشاء موقع للوزارة على شبكة الإنترنت. الموقع بينشر أخبار اللي تهم المصري بالخارج وبينشر معلومات على المشروعات الوطنية والقومية المصري بتقدمها، بتساهم في ربطه بالوطن، بتساهم في تقديم معلومات تهمه بره مصر وداخل مصر. تم التطوير بعد كده عن خلال ان احنا استحدثنا مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، واللي دي شهدت برضو طفرة في التواصل مع المصريين بالخارج. تعدى عدد المتواصلين معنا والمتابعين أكتر من 700,000 واحد متابع متواصل معانا ويتقدم ببعض المقترحات في بعض الأحيان وبعض الاستفسارات، ويتم التواصل معه والتجاوب معه. ده كان باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعملنا فيه 3 صفحات كل صفحة خاصة بموضوع. أول صفحة كانت خاصة بموقع بالوزارة نفسها ودورها إيه والتفاعل المباشر، تاني صفحة خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وما يتم نشره من برامج توعية ونظم للالتحاق بها للتدريب. تالت حاجة كان موجودة برضو اللي هو مصر تستطيع، وده بقى ده كان انطلاقا من مبادرة بتاعت مصر تستطيع اللي هي حققت التواصل ما بين المصريين بالداخل بين الدولة في مصر وعلماء والخبراء المصريين بالخارج. الحقيقة ان مبادرة مصر تستطيع كمان افادت بصورة كبيرة جدا في تحقيق التواصل بيننا وبين الجيل الثاني والثالث من شبابنا في الخارج، أبناء المقيمين والمهاجرين في الخارج، أنهم يجوا يتعرفوا على بلدهم ويتعرفوا على كل ما يتم فيها من إنجازات، لأن هو ده الجيل اللي بنعول عليه. فكان اهتمامكم ببعثات الشباب اللي جت كان شيء فعلا مشرف. يعني بالفعل احنا نظمنا حوالي 18 ملتقى لابناء الجيلين الثالث لزياره مصر، وزيارات كانت مختلفه ومتنوعه، وتنوعت الزيارات من الزيارات الثقافيه لدرجه التعرف على المشروعات القوميه وما وصلت اليه الدوله من تطور وتنميه، وفي نفس الوقت التعرف بابعاد الوضع القومي والوطني والامني في البلد، وتم مشاركتهم وزيارتهم لبعض زي أكاديمية ناصر وزي للتعرف على مخططات البلد وخطط البلد لمواجهة الحملات اللي بتستهدف أمن المواطن وأهم البلد،
وشاركوا بالفعل في بعض المعسكرات مع رجال القوات المسلحة، وشافوا أهمية الدور بتلعبه القوات المسلحة في الدفاع عن البلد. وفي نفس الوقت احنا ما غفلناش الجانب الثقافي، وشاركناهم في المحاور التنمية الثقافية الموجودة عندنا من زيارة الأوبرا وزيارة مكتبة الإسكندرية، والتعرف على بعض المشروعات الجديدة زي مشروع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أسوان. ده بيساعد على ربطهم بالبلد وإحساسهم بقد إيه إن البلد اختلفت وقد إيه إن هم ممكن يسموا في قضايا التنمية اللي موجودة. طب باشمهندس، هنا ده شيء جميل جدا. عايز كمان الحقيقة أسأل وأوضح لنا وللمشاهدين إنه لأي درجة عشان نقدر نحقق مزيد من جسر التواصل ده اللي بنبنيه بيننا وبين أبنائنا في الخارج من المصريين، وده الحقيقة بيعود مش بس عليهم هم بالنفع، بيعود أيضا على الدولة المصرية، يعني من أهم مصادر الدخل القومي المصري تحويلات المصريين بالخارج. فلا بد أن يكون متضح لهم كمان ماذا يتم على أرض مصر من مشاريع ومن خدمات بتقدم وكم من المال بتتكلف. عشان أقدر أنا أحقق نجاح في هذا التواصل لابد أن يكون في اتصال وتعاون بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية وخصوصا كمان وزارة الخارجية. عايزين نتكلم عن العلاقة بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، لأن معظم الشكاوى الحقيقة اللي كانت بتيجي في الفترات الماضية كانت بتيجي في دول معينة بأنه المصريين ما فيش اتصال بينهم وبين سفاراتهم ولا قنصلياتهم وما بيقدم لهمش أي خدمات. طبعا احنا وزاره الهجره سياستها في التعامل مع خدمه المصريين بالخارج تعتمد على ثلاث محاور. المحور الرئيسي فيه والاول هو المحور الرسمي اللي هي الذراع الرسميه للتعامل خارج مصر وهي وزاره الخارجيه. فبالتالي اي نوع من الجهود بيبذل بالتعاون مع وزاره الخارجيه للوصول للمواطن في الخارج وللتعامل الرسمي من خلال القنوات الشرعية والرسمية في الدولة اللي هو مقيم فيها. فبالتالي آلية التواصل المستمر بيننا وبين الخارجية دائمة وعلى اتصال، وبالعكس بنحب نساعد في تفعيلها دائما بمشاركة ما بين الوزارة مع التفاعل مع بعض الآليات الأخرى زي الجاليات اللي موجودة برة والتجمعات وترابط المصريين لخلق الدمج ما بين مجتمعات المجتمع المدني وبين آليات الدولة والمؤسسة الدولة. وبالتالي نخلق شبكة من التعاون والتواصل بتضمن الوصول الدعم للمصريين بالخارج وأن الرعاية تكون شاملة على كافة الجوانب. في الزراعة الثالثة بتبقى معانا غير الجهة الرسمية وزارة الخارجية والتجمعات المصريين بالخارج في الوزارات المختصة، لأن احنا لا نغفل دور التنسيق مع الوزارات المختصة. عندنا في تعاون مع وزارة التعليم، في عندنا تعاون مع وزارة الصحة، في تعاون مع وزارة القوى العاملة. عندكم تعاون مع وزارة التعليم في مجال الدراسات العليا نشط جدا، في تعاون مع وزارة الصحة، في تعاون مع وزارة في النشر والتوعية التحذيرات اللي بتطلعها وزارة الصحة من وقت الآخر في بعض الدول اللي فيها مشاكل صحية في الإجراءات اللي بياخدوها عشان الناس تاخد التطعيمات، في لو في أي استفسار لأي حد بيتعامل معانا بنقدر نوجهه لوزارة الصحة بحيث ترد على الاستفسار الخاص بالمواطن. ده بالنسبة لوزارة الصحة. في عندنا برضو في تعامل مع وزارة القوى العاملة بنحفي بعض المشاكل الخاصة بالعمالة المصرية اللي موجودة في الخارج، بالتالي بنحولها للمستشار العمالي اللي موجود هناك، ولوزارة القوى العاملة بتحمي التعامل تمسك الملف وتعامل معاه ونقدر نتابع معاهم بحيث في الآخر نضمن ان اكتمال الحلقة ما بين الوزارات المعنية وبين الدولة وبين المواطن نفسه. مدى تعاونكم مع وزارة السياحة؟ لابد أن يكون تعاون وثيق الحقيقة، لأنه جهودكم بتساهم كمان في تنشيط السياحة خارجيا وداخليا. بالفعل في احنا بنتعاون مع وزارة السياحة على أكثر من محور. كان أحدث محور فيهم أو كان محور اللي ظهر حديثا من خلال مبادرة إحياء الجذور. مبادرة إحياء الجذور كانت بتتكلم على أساس إن في جاليات كانت موجودة عايشة في مصر زمان وتركت البلد وراحت استوطنت في بلاد اخرى ولكن ظلوا مربوطين بمصر. من خلال الدبلوماسيه الشعبيه اللي تمت مع الوزيره تبنت مبادره احياء الجذور بان احنا نتواصل مع الجاليات دي، ابتدى نوع من التسويق السياحي للبلاد دي للجاليات دي بحيث ان هم اصبحوا سفراء لمصر، هم عندهم ارتباط بمصر وعندهم ارتباط باماكن وذكرياتهم في مصر، فاصبحنا نستخدمهم كوسيله للترويج السياحي لمصر. وبالفعل تم التنسيق بين اللي هو في اول مبادره حصلت جامعه ما بين مصر واليونان وقبرص لانعاش سياحه البواخر بحيث ان يتم ادراج مصر في خريطه السياحه البحريه. تمام. ده جزء. الجزء الثاني برضو احنا برضو بنجيب المصريين بالخارج
بنعرفهم على الـ على الـ على الاماكن السياحيه في مصر في البلد بنزيد ارتباطهم بيها وبيبقى هم سفراء لينا في الترويج لتلك المشروعات بالتعاون مع وزاره الاستثمار والاسكان والتعمير. انتوا ايضا لكم جهود في جذب المستثمرين من الخارج وخصوصا من ابناء الوطن في التملك وانشاء المشاريع على ارض مصر. ايوه الواقع ان 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 اللي احنا بنتناوله بمستوى التعامل مع الاسرات كلها ده جاي من خلال من تنفيذ توجهات الدوله واهتمامات الدوله على المحاور دي كلها. ففي العام الماضي 2019 تم عمل تنظيم مؤتمر خاص بالتنميه والاستثمار في مصر بالتعاون مع وزاره التجاره والاستثمار وتم ساعتها الترويج لعدد من المشروعات اللي موجودة في البلد وإزاي الدولة ابتدت تيسر من الإجراءات ومنها اللي هو استحداث نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمر وبالتالي يقدر المستثمر يقدم من خلال شباك واحد على ترخيص إصدار الشركة بتاعته بدون أن هو يجري وراء الورق بتاعه وياخد الآليات بنفسه. ده في نفس الوقت استتبعه في تنشيط العلاقات ما بين مع هيئة الاستثمار أن احنا أنشأنا وحدة للاستثمار بمشاركة بين وزارة الهجرة ووزارة الاستثمار بالزبط. الوحدة دي مقرها في هيئة الاستثمار وبيشرف عليها مجموعة من العاملين بالوزارة الهجرة ومجموعة من العاملين بوزارة الاستثمار لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومتابعتها وتنشيط عملية الترويج للمشروعات الصناعية والتجارية في مصر. تمام ده شيء عظيم الحقيقة. معك بقول حاجة أنا بحاول أفتح نقط مما تم من سنتين وحتى اليوم الحقيقة لأنه في نشاط هائل حاصل. لما بنتكلم في ظل كل هذا النشاط بنرجع نقول أين بقى التقصير أو مش هنقول التقصير أين النواقص اللي كان بد استكمالها اللي خلتكم فكرتوا في طرح هذا البرنامج كلم مصر دايما يعني إيه اللي كان ناقص وكان بيبقى صعب عليكم التواصل فيه فبرنامج كلم مصر حيزلل عقوباته. طبعا هو قليت سهولة الاتصال ومبشرته لان احنا عارفين مهما كان احنا بنتكلم على صفحات المواقع الرسميه او مواقع الانترنت او صفحات التواصل الاجتماعي ما فيهاش نوع من الاستمراريه والتواصل والحدث في عينه وفي ذاته وفي وقته. فبالتالي انما الموبايل ابلكيشن ادى خدمات معلومات وخدمات تنويهات وتنبيهات تهم المواطن ممكن تكون في الوقت والحالي زي ما حصل في موضوع الكورونا واصدرت وزاره الصحه بعض التوجهات نزلت على الموبايل واتنشرت علشان تبقى دي موجوده. دي حاجه حاليه ومهمه فوريه لازم السرعه في الاتصال والتواصل دي حاجه. تاني حاجه بتساعدنا في تكوين قاعده بيانات للمصرفين والمستفيدين من تلك الخدمات واماكن تواجدهم عشان اقدر اوصل لهم خدمات تانية. يعني احنا نازل على الخدمه بتاعت خدمه الموبايل ابلكيشن حاليا اللي هو كيفيه الوصول الى السفارات ومقر البعثات الدبلوماسيه اللي موجوده بالخارج. ده فعلا خدمه جميله انتوا كاتبينها ضمن الخدمات المقدمه. فمجرد المصري الموجود في اي دوله في العالم بيفتح الابلكيشن بيقول له انت في الدوله الفلانيه والسفاره في المكان الفلاني تليفونها كذا تقدر توصلها بالطريقه الفلانيه. فبالتالي سهلت وسيله التواصل والتعامل معاه في اي مكان هو فيه. ايوه وده بيخليه دايما ان هو عارف ان البلد حاسس هو فين في هو محتاج ايه في ظهره بتديله الخدمه اللي هو محتاجها وبيتخطى ساعتها بيقدر لو هو عنده استفسار. عندنا برضو في من ضمن الجزء من البرنامج اللي هو يرسل استفسار وهو قاعد بيرسل الاستفسار بحيث ممكن يطم عليه يرد عليه وهو تلقائي على طول وهو قاعد في نفس الوقت على المسج بتجيله على الموبايل بتاعه على طول امداده بالمعلومه طيب هنقف عند هذه الخدمه عشان في خدمات تانية بتقدم من خلال هذا البرنامج هنناقشها بس بعد ما نرجع هنطلع بالتقرير وعن نفس الموضوع عن كلم مصر ونرجع نكمل تاني لانه في خدمات جميله جدا مستحدثه اهمها سهوله وسرعه التواصل مع الجهات المختلفه ومع الوزارات المختلفه مباشره عن طريق هذا البرنامج لو في حال اي شكوى. اتفضل يا خالد. والله التطبيق الالكتروني اللي عاملاه وزاره الهجره ده حضرتك فخر لينا ودي توجيهات الدوله الحديثه بتاعتنا اللي احنا بنبنيها من جديد بتعليمات السيد رئيس الجمهوريه السيسي وبسرعه بتتنفذ وكل حاجه بتتقال خاصه بتحديث حياتنا دي هتفيدنا في كل حاجه. اختصار وقت اختصار حضرتك مجهود
اختصار اجراءات روتينيه كنا بنشوفها زمان، وبقى احنا هنواكب العصر الحديث بسرعه رهيبه، لان احنا عندنا رغبه في كده، الشعب نفسه عنده رغبه في كده. والله الدوله تشكر على المجهود المبذول لاخواننا وابنائنا في المقيمين في الخارج، ونشكر وزاره الهجره على المجهود المبذول منها وجميع العاملين فيها لاولادنا واخواتنا في الخارج، والدولة تشكر على المجهود دوت، وربنا يوفق أبنائنا جميعا. بالنسبة لوزارة الهجرة، كون إن هي تعمل خط ساخن يخدم المواطنين المصريين ورعايا جمهورية مصر أو المواطن المصري، اللي هو يجب إن احنا نقدم له كل الخير وكل الإجراءات اللي هي تسهل له حل المشاكل بتاعته في الخارج. ده جهد مشكور من وزارة الهجرة واحنا بنعتز بيه، وانا بقدم شكري لوزاره الهجره ان هي تقدم للرعايا المصريين او الشباب المصري او الرجاله المصريه او اي حد، سواء او امراه مصريه لها مشكله في الخارج وتتصل على الخط الساخن لوزاره الهجره، ده شيء جميل في الحقيقه. مشروع جميل جدا بالنسبه للمقيمين في الخارج، ان يبقى في كونتاكت ما بينهم وما بين المسؤولين بحيث يحل لهم اي مشاكل خاصه بيهم. طبعا هيوفر وقت كتير وهيوفر مجهود، وفي نفس الوقت ده تحديث اعتقد كل بلاد العالم بيبقى لازم يكون دي حاجه موجوده بين المواطنين وبين المسؤولين، لان ده في الصالح العام. طبعا ده شيء جميل جدا، وانا بيسعدني ان مصر توصل للمرحله ديت، ان احنا نوصل للتقدم ده ويبقى فيه اهتمام بالناس اللي عايشه بره. والله ان هو النظام ده نظام شيء كويس جدا، شيء جاي وجيد جدا من وزاره الهجره، ان عامله نظام كويس قوي في الخارج، بحيث ان اي مواطن مصري في الخارج بيقدر عن طريق النظام الالكتروني دوت بيتابع اي سفاره او عنده مشكله لايجاد حلها بيجي عن طريق السفاره نفسها. عدنا مع حضراتكم مشاهدينا مرة تانية ومع ضيفنا السيد المهندس أكرم بدوي. أهلا بيك سيادة المهندس. الحقيقة برضو وإحنا بنقرأ الوظائف اللي بتمنحها هذه الخاصية أو هذه الخدمة، لقينا أنه في وظيفة مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي كانت بتنقصنا سواء في الداخل أو في الخارج، يعني هي سرعة التواصل مباشرة مع الجهة اللي أنا عايز أقدم لها الاستفسار أو الشكوى. يعني أنتوا هنا كاتبين أنه هذا التطبيق بيضمن التواصل السلس مع الوزارات الهيئات المعنية كدليل إسكان المصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وإدارة التجنيد وكذا مجال التعليم العالي. يعني قبل ما نتكلم عن أهم المشكلات اللي رصدتها هذه المنافذ أو الويندوز المفتوحة، هنتكلم أنه هل أنا النهاردة وأنا عايش خارج مصر في المهجر مش لازم أن أنت بتبقى وسيطي نتصل بيك وأنت توصل صوتي، إنما أنا ممكن الهيئات والوزارات دي بتتعاون معاكوا إزاي؟ هل بيبقى ليها ويندو، كل وزارة ليها ويندو على الجهاز بدخل عليه على طول؟ أنا عايز أسأل عن حاجة في التجنيد، بدخل على إدارة التجنيد من أي بلد في العالم وبسأل بيجي لي رد مباشرة، ولا بتكون الخدمة إزاي؟ الخدمة اللي احنا بنعملها طبعا ان احنا زي ما حضرتك قلت ويندو، احنا ما بنقدمش خدمة منفصلة. ايوه احنا مجرد قناة بتجمع جميع الخدمات اللي الدولة بتقدمها للمواطن بالخارج من خلال قناة واحدة، فبالتالي يقدر عن طريق ضغطة واحدة على الموبايل يوصل للخدمة بتاعته مع اي جهة في مصر. قناة، فبالتالي هو لو بيخش يشوف دليل وزارة الدفاع في التجنيد، هو بيفتح في الواقع ملف التجنيد في وزاره الدفاع على طول على طول. ده مهم جدا ان في بعض الخدمات الالكترونيه اللي بتتيحها وزاره الدفاع موجوده اوريدي، بحيث ان هو ممكن يقدم طلب اونلاين لاستخراج مستخرج من شهاده التجنيد بتاعته. يعني ممكن اعمل مستخرج من شهاده التجنيد، ممكن اتواصل مباشره مع خدمات قطاع الاحوال المدنيه بحيث لو عايز اجدد باسبور، لو عايز كل الاجراءات الالكترونيه اللي بتتيحها لوزاره الداخليه متاحه من خلال الويندو دي. كل الخدمات الالكترونيه متاحه وزاره الدفاع متاحه من خلال الويندو دي، كل وزاره الاسكان ونفس الطريقه. السؤال الاخير وسريع، انه في كتير من ابنائنا في الخارج، ما بقى مش الجيل الثالث والرابع، من الكبار، بيكون عنده حماس جدا انه عايز يخدم بلده ويتواصل معاه من خلال افكار لمشاريع، مشاريع هو بيكون دارسها كويس وعايز يطبقها على ارض مصر. كيفيه التعاون بينكم وايه دوركم في مشاركه المصريين في الخارج في خطط التنميه دي؟ طبعا احنا ده محور رئيسي عندنا في التعامل، ازاي نفعل مشاركه المصريين بالخارج، خاصه بعد ما هم شافوا البلد بتمشي وبتنهض، ازاي هم يخشوا في الركب ويبتدوا يكونوا اداه للمساعده في التنميه.
فاحنا عندنا آلية لتلقي الاقتراحات. الآلية دي كان في مبادرة معالي الوزير علاء اسأل واقترح، بيجي لنا الطلبات او الاقتراحات من خلال الخط الساخن او من خلال الفيسبوك او من خلال البريد الالكتروني او من خلال التطبيق الجديد اللي احنا عملناه. الاقتراح ده بيترفع لمعالي الوزيرة وهي بتعمل شريط فيديو بترد على كل اقتراح، تبحثه وترد عليه وتنسق معاه ومع الجهة اللي هي المختص. ده بيتم بصورة مباشرة وفعالة سريعة. كان في جهة في قناة تانية اللي هي كانت قناة تنظيم المؤتمرات مصر تستطيع، من خلال المؤتمرات دي بنقدر نتفاعل مع أصحاب الخبرات والعلماء اللي ليهم جهد في مجالاتهم وليهم مقترحات. كان من ضمنها في أول مقترح أول مؤتمر شاركت فيه أو قامت به الوزارة كان بيهتم بقناة السويس وكان بمشاركة وزارة الكهرباء. بناء عليه كان في الدكتور العالم هشام العسكري، وبناء على التواصل مع معالي الوزيرة خدنا الملف بتاعه ورحنا وقابلت مع معالي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بالتنسيق مع الدكتور هشام العسكري، وتم إصدار أول أطلس شمسي في مصر. شيء جميل جدا جدا. وأنا كنت بستفسر كمان عن النقطة الثانية حضرتك رديت عليها في البداية، إنه معروف إن المصريين في الخارج بيحبوا جدا مجال الاستصلاح الزراعي مثلا، وده مجال مصر محتاجة مش بس الدولة اللي تفضل تستصلح في أراضي الصحراء، فكتير منهم بيبقى عندهم مشاريع عايزين يتملكوا أراضي في الصحراء هنا ويستصلحوا يعملوا مزارع كتير. أنا أعرفهم من أصدقائي في المهجر في مختلف الدول، فكان بيواجههم عقبات كتير. متى وين هتتواصلوا معاهم وهيبقى في تذليل لهذه العقبات هتبقى العملية أيسر بكتير. يعني سيادة المهندس أكرم بدوي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات وشؤون المصريين بالخارج، أنا بشكر حضرتك جدا على تلبية الدعوة وحضورك معنا النهاردة. أهلا بك. بشكر كل المشاهدين على حسن المتابعة. فاصل قصير وتلتقون بالزميلة العزيزة شيرين الشايب. شكرا لكم. نستكمل مع حضراتكم الفقرة الثانية من هنا مسبيرو ونبدأها بآخر الأخبار. إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء طبعا لأسرة الفقيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ومعانا على الهاتف المفكر الاستراتيجي اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج. مساء الخير دكتور سمير. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن حضرتك كنت لسه ضيف عزيز علينا في هنا مسبيرو وكنا بنتكلم عن القوات المسلحه المصريه، وحضرتك طبعا واحد من اركان القوات المسلحه المصريه وعاصرت فتره كبيره. نحب حضرتك تكلمنا عن دور الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في كاحد ابطال حرب اكتوبر في القوات الجويه. حقيقي النهارده مصر فقدت مقاتل عظيم من ابناء القوات المسلحه المصريه. الرئيس الاسبق مبارك وهو ضابط اول حاجه علميا تلقى أول تعليمه الرئيسي في أكاديمية فرونز العسكرية في روسيا، وهي أعلى كلية عسكرية بتدي درجة الأركان حرب. عاد بعد ذلك ليقود لواء القاذفات الثقيلة 24 طيارة. هذه الطائرات بتطير إلى أبعد مدى، كانت بتطلع تضرب في اليمن وترجع تاني، وهو كان اللواء الوحيد اللي عندنا. كان أول عمل بطول له إن يوم 5 يونيو لما اتضربت جميع المطارات المصرية وسيطرت القوات الإسرائيلية الجوية على الأجواء المصرية، طار بطياراته كلها مع طيارينه إلى أسوان ليبتعد عن مدى الطائرات الإسرائيلية. بعد ذلك تولى قيادة الكلية الجوية،
وفي فترة عصيبة اللي هو درب فيها وخرج كل الطيارين اللي اشتركوا في حرب اكتوبر. كان عدد الطيارين بتوعنا بكده محدودة، ولذلك قام بإنشاء وتطوير الكلية الجوية، ولأننا كنا أياميها في فترة الاستنزاف، فبالتالي كان هناك قسم موجود في مطروح، قسم موجود في أسوان، قسم موجود في السودان من الكلية الجوية، ولذلك تحسب له أيادي بيضاء على أنه خرج كل الطيارين المصريين اللي اشتركوا في حرب أكتوبر. بعد كده تولى رئاسة أركان القوات الجوية المصرية، وحقق فيها يعني نقول إيه حاجة عظيمة جدا في تطوير المطارات، تطوير الطيارات سواء السخوي أو الميج 21. أنشأ يميها نظام الكماين الجوية بالطائرات المصرية ضد الطائرات الإسرائيلية اللي بتحاول تخترق حدودنا. ثم جاء قائد قوات جوية ليخطط للضربة الجوية التي كانت فاتحة النصر في حرب أكتوبر. سيادة اللواء اسمح لي أسأل حضرتك عن أهمية هذه الضربة الجوية في نجاح حرب أكتوبر المجيد. لأنها كانت البداية للحرب، وإحنا ضربنا الضربة دي ب 220 طيارة في توقيت واحد، عبر القناة من مختلف المطارات بمختلف أنواع الطائرات عشان يضربوا جميع الأهداف الإسرائيلية في سيناء. ونجحت هذه الضربة الأولى، كان المفروض مخططين ضربة تانية عشان تطلع تدمر الأهداف اللي ما تدمرتش في الضربة الأولى، ولكن لنجاح الضربة لم يتم تنفيذ الضربة التانية، فتحسب له أنه خطط لهذه الضربة الجوية. بعدها بكام يوم بأسبوعين في 14 أكتوبر 73 أثناء القتال دارت أكبر وأعظم معركة جوية في القرن العشرين، وهو معركة المنصورة الجوية. 200 طيارة، 54 دقيقة فوق مطار المنصورة، 120 طيارة إسرائيلي، 80 طيارة مصري، أسقطت لإسرائيل 18 طيارة وإحنا وقع علينا 5 طيارات. إدارة هذه العملية كانت بإشراف الفريق محمد حسني مبارك، وكان يرحمه قائد اللواء الجوي اللواء أحمد نصر اللي توفى منذ الأسبوع الماضي. ده كان بطل عظيم أدى دور عظيم في حرب أكتوبر، وكان هو اللي درب ضباطنا وطيارنا بعد حرب أكتوبر. وزي ما حقق النصر مع المشير أحمد إسماعيل والفريق الشاذلي والجمصي ومحمد علي فهمي، كل دول أبطال العظام في حرب أكتوبر، أيضا استعاد آخر حبة رمل في معركة طابة بالمفاوضات. سيادة اللواء سمير فرج اسمح لي، يمكن كان فيه كلام أو البعض قال أنه قد يعني يتخلى عن جزء أو عن أرض طابة، ولكن سيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصر على أنه يستعيد آخر نقطة في تراب الوطن بالمفاوضات وبالتحكيم الدولي. حضرتك كلمنا عن هذه النقطة. بالضبط، فعلا كان في كلام أن إسرائيل عايزة تاخد هذه المنطقة العلامة 19 كانت موجودة، وهو أصر قال أبدا إحنا ناخد سينا الأول وبعد كده نلجأ للتحكيم عشان ناخد بقية الأرض. اتكونت لجنة لحضور التحكيم برئاسة الدكتور العظيم مفيد شهاب. اللجنة دي قعدت شهور، راحت الأستانة في إسطنبول تجيب الوثائق وفي مكتبة لندن، وجابوا كل الوثائق، وأصر الرئيس الراحل حسني مبارك أن يدخل معركة الاستيلاء أو أن إحنا ناخد أو نستعيد آخر حبة رمل. والحمد لله في عهده لم يعد أي شبر موجود أخذته إسرائيل مننا، ودي تحسب له، عشان كده إحنا بنعتبره قائد عظيم من قادة القوات المسلحة. ولازم شبابنا يعرف النهاردة أنه لولا هذا الرجل وكل القادة العظام اللي حرروا سينا ما كانتش لا سينا تبقى معانا لسه مع الإسرائيليين، ولا شرم الشيخ ولا، لكن بفضل عطائهم وعلى رأسهم الرئيس الراحل حسني مبارك، رجل عظيم، قائد عظيم، مقاتل شرس، مثال للوطنية المصرية. فحقيقي النهاردة القوات المسلحة نعيته والدولة نعيته، وعدة الحداد 3 أيام، لأنه يستحق أن يكون بطلا عظيما أدى دوره
لصالح الوطن. سيادة اللواء سمير فرج، حضرتك كنت ضيفا عزيزا علينا، ويمكن كنا بنتكلم عن ارتفاع تصنيف الجيش المصري إلى الجيش المركز التاسع عالميا، وحضرتك بتشرح لنا سبب ارتفاع التصنيف، قلت أنه من الأسباب المهمة لقوة الجيش المصري كانت حرب أكتوبر، أن هي تحسب لهذا الجيش. فإحنا هنا بنتكلم أيضا عن أهمية هذه الحرب في تاريخنا، وبالتالي الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك. برافو عليك فعلا، أن زي ما قلت لحضرتك هو كان بطل من أبطال هذه الحرب، هو المشير احمد اسماعيل، هو الجمصي الشاذلي، المشير محمد علي فهمي، كل دول ابطال مع كل شهدائنا اللي ضحوا بارواحهم جميعا طبعا ان شاء الله كلهم. فبالتالي احنا النهارده حقيقي بنعزي اسرته وزوجته وابنائه واحفاده، بنعزي الشعب المصري كله والشعب العربي، لان هذا الرجل له دور عظيم ايضا في دم الشمل العربي، ولا ننسى دوره في تحرير الكويت في حرب الكويت، هو أدار هذه العملية، ولازم الشعب يبقى عارف أن الذي حرر الكويت هو الجند المصري، الفرقة الثالثة مشاة ميكانيكي هي اللي دخلت صحيح. وحررت الكويت صحيح. من براء صدام حسين، وكان جنبنا فرقة سوري مرضيش بشار الأسد أن يتحرك، فعشان كده هذا الرجل يحسب له دور عظيم سواء في مصر أو على المستوى العربي. سيادة اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك القيمة، وطبعا احنا بنشارك كل الشعب المصري وبننعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فقيد الأمة المصرية. تخرج منها برتبة ملازم ثاني. التحق مبارك باللواء الثاني الميكانيكي بسلاح المشاة لمدة 3 أشهر، إلى أن أعلنت الكلية الجوية عن قبول دفعة جديدة بها من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية واجتاز اختباراتها وتخرج فيها في 12 مارس لعام 1950. عقب تخرجه تدرج مبارك في الوظائف العسكرية، فعمل بالقوات الجوية بالعريش وفي مطار حلوان، وعمل مدرسا بكلية الطيران، وتدرج في المناصب بها إلى أن أصبح أركان حرب الكلية، وفي الوقت ذاته قائد سرب حتى عام 1959. تلقى مبارك دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي السابق عام 64، ثم أصبح قائدا للواء قاذفات قنابل وقائد لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو لعام 1966. عين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر عام 67، ثم رقي لرتبة عميد عام 69، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في إبريل عام 72، وفي العام ذاته عين نائبا لوزير الحربية. قاد مبارك القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر عام 73، ورقي بعدها من رتبة لواء إلى فريق أول طيار في فبراير عام 74، وفي 15 إبريل عام 1975 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له ونائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي. عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر عام 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تولى مبارك رئاسة الجمهورية خلفا له في 14 أكتوبر عام 81. في 26 يناير لعام 82 انتخب مبارك رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، وفي 25 إبريل عام 82 رفع مبارك علم مصر على سيناء بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 15 عاما، كما رفع مبارك علم مصر على طابة عام 89 بعد استردادها عبر التحكيم الدولي. تعرض مبارك لعدة محاولات اغتيال، أشهرها التي وقعت في أديس أبابا عام 95، وهي الحادثة التي يرى محللون أنها السبب في بعض الجفاء الذي أصاب علاقات مصر بالدول الإفريقية. تولى مبارك الحكم 5 فترات رئاسية متتالية، 4 منها عبر الاستفتاء، أما 5 فجاءت عام 2005 عبر أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر بموجب تعديل دستوري يسمح بذلك.
نعود مع حضراتكم مرة أخرى. مجلس الوزراء يرعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وفاته ألمانية صباح اليوم 25 فبراير 2020، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرته ولذويه الذي كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام 1973. كما أيضا تولى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر عام 1981 حتى عام يناير عام 1982، وأعتقد أن دي معلومة الكثير منا لا يعرفها، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تولى رئاسة مجلس الوزراء في هذه الفترة مرة أخرى من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982. أيضا الإمارات تنعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقرر تنكيس الأعلام بجميع المؤسسات الحكومية. شيخ الأزهر يعرب عن خالص تعازيه لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي أشرف العشري. مساء الخير. مساء النور. أستاذ أشرف، الحقيقة أحب أعرف من حضرتك عن ردود الأفعال العربية والعالمية لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كيف رأيك؟ كل تأكيد أنك مواقف بالغة الأهمية فيما يتعلق بتوفير أو على الأقل إمكانية أن يكون هناك بالفعل شهادة بمواقف الرزعين أو الرئيس حسني مبارك في الفترة التي تولى فيها حكم مصر، وقبل ذلك في مشاركة في حرب أكتوبر، حيث لديه مواقف عربية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتعاطي مع المشهد العربي على مدار 30 عاما، وسعى لتوفير استحقاقات الدعم، وأيضا لعب دورا كبيرا في تعزيز قيم التضامن العربي بين العالم العربي وبين مصر على مدار 30 عاما، وكان لديه الفضل أيضا فيما يتعلق بعودة الجامعة العربية إلى مصر، عودة مصر إلى المنظومة العربية بعد قطيعة استمرت عدة سنوات بسبب ما عرف آنذاك بتوقيع اتفاق كامب ديفيد في ذلك الوقت. وأيضا لديه مواقف عربية بالغة الأهمية ومواقف دولية، حيث أنه كان أحد الذين ساهموا في حفاظ الأمن والاستقرار في مصر، ودعا إلى الحفاظ الأمن والاستقرار في العالم العربي، وضرورة أن يكون هناك حماية متطلبات الأمن القومي العربي. الوقوف إلى جانب الكويت أيضا في حربها مع العراق أو في الاحتلال العراق وقتها. محطة فاصلة في عام 90 حدث غزو للكويت من قبل صدام حسين، واعتقد لولا الموقف المصري والرئيس حسني مبارك الذي استطاع من خلال القمة العربية التي عقدت في قصر المؤتمرات في القاهرة ان يغير الوجهة والبوصلة باتجاه توفير دعم عربي، وايضا ضروره ان يكون هناك موقف عربي يصب في خانة ضرورة خروج صدام حسين من الكويت وانهاء هذا الاحتلال، وضروره ان يكون هناك بالفعل بوصلة عربية تبعتها غطاء دولي لتحرير الكويت. واعتقد ان هذا الموقف مشهود في التاريخ باعتبار ان مصر والرئيس مبارك في ذلك الوقت لعب دورا بالغ الاهميه في تصويب البوصله باتجاه الحفاظ على الامن القومي العربي ورفض هذا الاعتداء والتنديد به، وايضا توفير حشد عربي لانهاء الاحتلال العراقي للكويت في ذلك الوقت. لديه مواقف عربيه بالغه الاهميه ومواقف حتى على المستوى الاقليمي، انه كان يعلم تماما حجم المعمرات وما يحاد فيما يتعلق بتهديدات الامن القومي العربي سواء في مصر وسواء في الامن العربي من قبل اطراف اقليميه، فايضا الايرانيين في ذلك الوقت وما الى ذلك، لكن الرجل كان تمتع بكثير من رباط الجيش في ضروره ان يكون هناك علاقات ممتده مع سائر العواصم العربيه وايضا في منطقه الامن الاقليمي حفاظا على الثوابت المصريه، وانطلاقا مما ارساه كثير من القاده والزعماء في مصر على مدار تاريخ مصري العارق او على الاقل الحافل بكثير من الايجابيات بالغه الاهميه في نشط القضايا العربيه والفلسطينيه، باعتبار ان مبارك هذا لعب دورا بالغ الاهميه في استضافه كثير من المؤتمرات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه، وسعى لدى الاطراف الدوليه بما فيها الولايات المتحده الامريكيه والرباعيه الدوليه وروسيا والامم المتحده ومجلس الامن لضروره ان يكون هناك بالفعل حل للقضيه الفلسطينيه، وساهم من خلال نشاط دبلوماسي رئاسي من خلال جهود مصريه ورأس الدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية. مشهود له المواقف. اسمح لي الكاتب الصحفي استاذ اشرف العشري، ايضا الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك رفض ان هو يفرط في اي ذره من تراب الوطن برغم تعرضه لعدد من الضغوط الدوليه. وكل تاكيد كانت لديه مواقف ثابته انطلاقا من ركائز المواقف المصريه والموقف المصري على طول الخط، وزارات انه لا يمكن باي حال من الاحوال تفريط في قرارات أو على الأقل حفنة رمال من صحراء مصر في سيناء تحديدا بعد حرب. ولو كان كيلو متر مربع في طابة زي ما كانوا بيقولوا. أعتقد طابة دي كانت مرحلة هو استطاع أن يكمل مسيرة الرئيس السادات فيما يتعلق بتحرير وأيضا استمرار عملية الحصول على سيناء، وفي عام 89 حصل في مصر على حق
بقانون المحكمة الدولية الخاص بالإصابة، واستطاع أن يرفع العلم عليها ويضمها للأراضي المصرية، ونهض ولعب دورا كبيرا في المضي قدما نحو التمسك بالثوابت المصرية والحفاظ على الحقوق والتراب المصري حتى آخر شبر. وأعتقد أن التاريخ سيذكر له أنه حافظ على التراب المصري والوطن المصري، ولعب دورا كبيرا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في وقت كانت المنطقة فيه تموت بكثير من النكبات أو التوترات على مدار سنوات طويلة في التسعينات وفي بداية الألفية الجديدة. ويذكر له أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة الجماعات الإرهابية والقضاء على كل هذه التنظيمات والفنون لجعل مصر تكون نبراسة للأمن والاستقرار والنجاح في ذلك الوقت، واستطاع أن يكون صلبا خصوصا أن كان في موجات شرسة من الإرهاب في التسعينات. إذا كنا بالتأكيد ومحاولات الاغتيال حادث معبد الأقصر وغيره، يعني مصر واجهت حرب شرسة أيضا في التسعينات. يذكر الرجل أنه لعب دورا كبيرا وكان مقاتلا شرسا وقويا في الحفاظ على مصر وأمن واستقرار مصر ضد موجات الإرهاب وتطرف من قبل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتأسلمة، واستطاع أن يلعب دورا كبيرا في تحفيز المسار نحو نجاح المصري الكامل في الحفاظ على الثوابت المصرية والأمن المصري ومواجهة الإرهاب بكل طوائفه. طب كلمة أخيرة من حضرتك الكاتب الصحفي أستاذ أشرف العشري، كيف ترى أنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض أنه يغادر مصر بعد يناير 2011 وقال أنه يعني عشت فيها وهموت فيها أي مكان ما يحدث؟ أعتقد أن هذه كانت موقف وطني من الرجل، واستطاع بالفعل أن يلعب دورا كبيرا فينجي مصر كثير من العواقب الوخيمة والتوترات التي شهدتها كثير من الدول أثناء منارة الثورات الربيع العربي. كثير من القادة ترك بلاده في تموج بكثير من الانكسارات والتوترات وحدث انقسامات وتشظي في الساحات والميادين على مدار سنوات طويلة، وفي خلال 18 يوم استطاع أن يلخص عمليات خروج وقال أنه راغب في الحفاظ على مصر وأنه يتمنى أن الشعب المصري أن يحافظ على أمانة وأيضا تاريخ هذا الوطن الحافل بكثير من الإنجازات والنجاحات. بكل تأكيد هو استطاع أو رغب في أن يبقى في مصر، رفض الهروب أو الخروج من مصر، واستطاع بذلك أن يسجل في تاريخه أنه زعيم وطني أراد أن يحقن الدماء في مصر واختار توقيت الخروج، وأيضا أراد أن يبقى في مصر ليواجه كثير من العواصف التي صمد في وجهها، وهذا يؤشر وإنه هو نقدر نقول أستاذ أشرف أنه في لحظة فارقة من تاريخ البلاد فضل أن هو يترحى ويحقن دماء الشعب المصري. هذه من ضمن المآثر الإيجابية التي سعى إليها بعد ما يعرف بثورة 25 يناير، وكان لديه مواقف بطولية في هذا الشأن لأنه رفض استخدام العنف أو التوتر وحافظ على تراب الوطن وحافظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد، رافضا أي نوع من التصعيد باتجاه استخدام أي نوع من الضغوط في ضوء ما كان يحدث في الشارع المصري آنذاك، وبالتالي يحسب له أنه اختار أن ينجي وطنه وشعبه السلامة وأن يرفض أي نوع من إطالة أمد الأزمة في ميدان التحرير أو في الساحات المصرية حفاظا على أمن واستقرار مصر من ناحية، وضرب أن يكون هناك فصل جديد يكتب في تاريخ الدولة المصرية. وأعتقد أن لديه تعبير بلغ الأهمية أنه سيترك للتاريخ يحكى ما له وما عليه في قادم الأيام. أعتقد أنه أدى رسالته له وما له عليه ما عليه، لكن أعتقد أن التاريخ المصري سينصفه في كثير من المعارك الخاصة بحرب أكتوبر وعارف الأمن والاستقرار بعد حرف اختيار السادات تولي مقاليد الأمور في مصر، ونجاحه أيضا في توقيتات صعبة أن يبعد مصر عن شبح الحروب والتوترات التي كانت موجودة في الإقليم، واستطاع من خلالها أن يكرس ضمانة وحصانة لحماية الأمن القومي المصري، واستطاع أن يحافظ على الوطن كله كشيمة رجال القوات المسلحة جميعا وجيشنا المصري. بالفعل أحد أبطال القوات المسلحة العظام لكن لديه دور في حرب أكتوبر، صاحب الضربة الجوية، تمتع بكثير من أخلاقيات العمل العسكري، كانت لديه كثير من النجاحات على المسار العسكري، واستطاع أن يحافظ على جيش مصر ووحدة مصر وأمن وسلامة المصريين وأن يوفر استحقاقات الأمن وضمانات الرعاية للمصريين في أحلك الظروف كانت فيها المنطقة تواجه كثير من الصعاب والتحديات، واعتقد ان لدي كثير من المهاسر التي سوف يتوقف عندها الشعب المصري والتاريخ في قادم الايام. سؤالي الاخير لحضرتك كيف رصدت ردود الافعال الاوروبيه بالتحديد الصحف الاوروبيه والغربيه اليوم بعد وفاه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك؟ والله الحق يقال من خلال متابعتي من حادث الوفاه حتى الان هناك عمليه انصاف كامل في الصحف العربيه والاوروبيه، البعض تحدث عنه كان رجل عسكري اختار السلام لوطنه، ايضا الصحف الاوروبيه قالت انه كان شديد القوه في الحفاظ على سلامه واستقرار المصريين وواجه كثير من
التحديات الخاصة في الجماعات الإرهابية فترة التسعينات، البعض قال أنه كان مقاتل شرس من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني، والبعض الآخر قال أنه تمتع بكثير من الدهاء العسكري والسياسي من أجل أن ينجي مصر من كثير من الأخطار والمعارك والتحديات التي كانت أحد أسباب استمرار أعمال العنف والتوتر والاشتباكات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي لسنوات طوال. والبعض قال أيضا أنه بفضل ذكاء وحنكة هذا الرجل استطاع أن يرسم ملامح علاقات متوازية مع كثير من دول العالم العربي والشرق الأوسط، أن يحتفظ لمصر بكثير من القوة والحضور في المشهد الإقليمي والدولي، وأيضا ارتبط بعلاقات مع الجانب الأمريكي، واستطاع أن يسخر هذه العلاقات لإحداث انفراجات في تاريخ الأزمات التي واجهتها مصر بفضل شجاعة ونضل ونجاح على في مسيرة الإصلاح السياسي، وأيضا مواجهة الإرهاب ومواجهة كثير من التحديات التي لعبت دورا في توفير استحقاقات الأمن والاستقرار للمصريين طيلة 30 عاما. كاتب الصحفي أشرف العاشي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أيضا بتستمر الحقيقة الأخبار اللي بتنعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يعني حزب مستقبل وطن ببالغ الحسن. رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك أحد قادة القوات المسلحة المصرية ورمز من رموز حرب أكتوبر المجيدة الذين قاموا بدورهم في خدمة الوطن، ويتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أيضا تنعي تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتتقدم التنسيقية بخالص المواساة والعزاء لأسرة الفقيد. ننعي بخالص الحزن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونتقدم لأسرته بالعزاء، ونذكر لهذا البطل كواحد من أبطال معركة أكتوبر المجيدة، كما يعني نعتوا جميع الحقيقه جميع الجهات الحقيقه وايضا قواتنا المسلحه انها لا تنسى ابدا ابنائها. بنتقدم لاسرته ببالغ الحزن والاسى وننعي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم باقي فقرات هنا مسبيرو. إذا نعود مع حضراتكم مرة أخرى، ومرة أخرى ننعي ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد ببالغ الرحمة، ونتقدم بالعزاء لأسرته الكريمة. وطبعا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. اسمحوا لي أن احنا ندخل في فقرتنا النهاردة ونتكلم عن مشكلة الحقيقة هي مشكلة كبيرة جدا، هي موجودة مش فقط في المجتمع المصري ولكن في كل المجتمعات تقريبا بشكل أو بآخر، ظاهرة كبيرة جدا وهي ظاهرة المخدرات والتعاطي والإدمان. الحقيقة أنه طبعا إحنا عارفين المخدرات خطر شديد، مشكلة كبيرة بنواجهها، لكن إحنا يعني زي ما شفنا كده في الفترة الأخيرة بقينا بنواجه المشاكل مش بندفن رأسنا في الرمل، مش بنقول لا ما عندناش مشاكل، لا عندنا مشاكل وبنواجهها وبنشوف إزاي نقدر نواجهها وإزاي نحمي الشباب منها، وحتى اللي يتعرض لهذه المشكلة إزاي إحنا نقدر نخرجه منها مرة تانية وإزاي نقدر ناخد بإيده. الحقيقه النهارده ان انا مشرفنا ومنورنا النهارده في من مسبيرو دكتوره هوانم الفقي استشاري علاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. مساء الخير دكتوره هوانم. والحقيقه كمان انا سعيده جدا وسعيده بضيفنا اللي موجود معانا النهارده، لانه من الجراه ومن الشجاعه ان هو احد المتعافين من المخدرات حب ان هو يجي معانا الاستوديو وان هو يعرض تجربته للشباب ويقول لهم ازاي خرج من يعني من
هذا اللي نقدر نقول عليه من هذا الفخ الكبير الحقيقه اللي بيقع فيه كتير من شبابنا، فانا بحييه لوجوده معانا وبحييه ايضا لجرأته الشاب محمد يحيى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، نورنا النهارده. بنورك. ابدا بس مع دكتوره هواني من الاول، واعرف منك صندوق مكافحه الادمان والتعاطي، كلمينا عن دور هذا الصندوق. صندوق مكافحه علاج الادمان انشئ عام 1991 وكان قايم على اربع استراتيجيات واربع محاور. كان المحور الاول اللي هو بيقوم عليه اللي هي التوعيه والتثقيف. لازم افهم المجتمع من جميع فئاته العريضه، كبير صغير، الاطفال ونشا، يعني ايه مخدرات وايه الخطر الداهم اللي انا داخل عليه، لان احنا ضعف النسبه العالميه في نسب تعاطي الادمان او تعاطي المخدرات. احنا وصلنا ل 10.4% وده ضعف النسبه العالميه. ضعف النسبه العالميه في التعاطي. مشكله اكبر بالظبط. لكن انا في الادمان متوازيه مع جميع دول العالم بنسبه 2.4%. لا معلش، يبقى هنا حضرتك قلت لي معلومه مهمه جدا ان احنا هنفرق ما بين التعاطي وما بين الادمان، يعني في فرق بينهم. في فرق، يعني مش كل حد تعاطى مخدرات هو مدمن. طب نشرح للمشاهدين الفرق. اشرح التعاطي، انا عندي منه ثلاث درجات. الدرجه الاولى هي التجربه او تعاطي تجريبي، انا اخذت مره واحده، احتمال 50% اكمل واحتمال 50% ما اكملش ارجع، ودي اخطر مرحله ممكن اتعرض ليها اللي هي التجربه، فبلاش نجرب من البدايه. تمام. تاني حاجه بقى عندي التعاطي المتقطع. بقى انا باخد على فترات متباعده، زي مثلا في فرح، ليله راس سنه، مره كل شهر، مش مستمر فيها، هي حاجه بسيطه كده بتتاخد وخلاص. برجع بقى. للاسف في مفهوم غلط ان هم بيعتبروها حاجه احتفاليه، يعني هو دي من المفاهيم الخاطئه الراسخه عندنا في بعض الفئات داخل المجتمع. فبنعمل لها عمليه تصحيح من خلال التوعيه والتثقيف. المرحله الثالثه من التعاطي وهو التعاطي المستمر، لكن انا باخد كل يوم، لكن ما حصلش عندي لا خلل اجتماعي ولا خلل وظيفي، ولا حصل عندي اعتماد نفسي ولا جسدي. يوم ما هيحصل الاعتماد النفسي والجسدي وحصل اختلال في الادوار اللي بقوم بيها، هنا انا بقيت شخص مدمن. ده مين بقى اللي يحدد كده؟ دكتوره هوين بقى. المريض لما بيجي لنا احنا بنحدد طبقا للمرحله دي على مقاييس معينه، مقياس شده الادمان. ببتدي اعرف شده الادمان بتاعته، هل هي في مرحله خطر ولا لا، وهو بدا امتى، الكميات اللي بياخدها، مين الاصحاب اللي بيبقى قاعد معاهم، طب ايه كان دافع التعاطي، لان دوافع التعاطي بتختلف. انا عندي فئات كبيره من المجتمع، كل واحد جاي بالفئه الخاصه بيه، يعني الزوجة اللي بتتعاطى مخدرات أو البنت اللي بتتعاطى مخدرات غير الشاب المراهق، غير الشخص الراشد. طب يعني قولي لي كده، بتقولي إنه في فئات كتير كل واحد بيبقى عنده دافع مختلف، إيه أبرز الدوافع اللي شفتيها؟ يعني إيه أكتر الحاجات اللي بتدفع الناس لدخول عالم المخدرات؟ طيب هو أول حاجة حب الإثارة والتجربة، أنا عايز أجرب وعايز أعرف إيش الفضول إيه. يعني الفضول، أنا عايز أشوف إيه ده، وده دايماً أكتر بيكون في الفئة العمرية من 15 ل 20 سنة، يعني أنا ده بيعمل إيه؟ تمام؟ في حد دخل طريق المخدرات عن طريق استخدام أدوية غلط. يعني ممكن يكون بيتعرض لألم مثلا فاستخدم أدوية مسكنة للألم، مسكنة للألم أو مهبئات نافعة، فبيخش في اللي بعده، هو بيزود الجرعة على سبيل ان هو بيتخلص من الألم او بيعمل له نوع من انواع التسكين. دوافع تانية، الزوج بيتعاطى، فانا خلاص انا باخد مع زوجي كنوع من المرح او المشاركة معي. إيه حد تاني، انا حبيت اجرب اصحابي بيعملوا ايه، ضغط اقران او ضغط اصدقاء السوء عليا. اصدقاء السوء هنا ممكن نقول ان بنسمعها مثلا كتير، ما انت ما تسترجل، ما انت ما تعمليش نفسك صغير، يعني الحاجات اللي هي عشان كده الصندوق قام بمبادره بقى في التوعيه اسمها اوعى تجرب، اوعى تجرب، اوعى تجرب. فبالتالي انا هنا بنزل لفئات صغيره للاطفال والنشأ في المدارس علشان انمي عندهم مهارات رافضه ضد تعاطي المخدرات والتدخين. طيب انا هرجع لحضرتك تاني، بس انا لازم اتكلم بقى مع محمد الاول. بحييك مره ثانيه على وجودك معانا، وعايز اعرف في البدايه ايه اللي خلاك، يعني ايه اول خطوه حصلت فدخلت عالم المخدرات او الادمان؟ يعني هو كانت برضه اول خطوه كده شويه معتقدات غلط ومفاهيم مغلوطه. انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 33 سنه. 33 سنه، بدات امتى تتعاطى او تاخد مخدرات؟ كان تقريبا عندي 16 سنه. 16؟ يعني كنت مراهق يعني. كنت لسه صغير. يعني بداتها بالسجاير برضه كده واصدقاء السوء. بس كان عندي حته تطلعات برضو اللي انا باصص لحد كبير، انا عايز اقلد الناس الكبار. كان في حد معين في ذهنك مثلا من المحيطين حواليك؟ كان في حد قريب مني كبير،
انا بشبهه شويه، كنت بحب ان الناس تشبهني بيه، فانا كنت وهو كان بيعمل الحاجه دي فانا كنت عايز برضو ابقى كده زيه. اوكي. يمكن شويه التطلعات ديت خلتني ان انا ادخل في مرحله الشرب المخدرات او ان انا اشرب مخدرات. وبعدين المخدرات بحرها كان واسع قوي، فانا حبيت قوي الحته ديت، اللي انا كان عندي برضو حته معتقد غلط ان المخدرات هتخليني اضحك شويه او المخدرات هتخليني اجتماعي اكتر مع الناس. او اسمح لي قبل ما الاعتقاد ان هي هتخلي المخدرات هتخليك اجتماعي او تضحك، هل انت كان عندك اي مشاكل من اي نوع، سواء مشاكل اجتماعيه مشاكل نفسيه زي اللي كلنا بنمر بيها، ولا كنت في حاله عاديه؟ هو اللي انا عرفته بعدين اللي هو اكيد انا كان عندي سلوك غلط والمخدرات نمته، او هو كان سبب دخولي في المخدرات. لا، لكن ما كانش عندك مشكله بتهرب منها، يعني ده اللي انا عايزه. ما كانش في مشكله بارزه في توقيت تعاطيك للمخدرات؟ حته بس الاجتماعي، اللي انا كنت شخص خجول شويه وانا صغير، او كنت بتكسف شويه، فانا كنت عايز ابان قدام الناس، فدخلت في المخدرات عشان خاطر كده، عشان ابقى مقبول قدام الناس او شخص اجتماعي او ناس تشاور عليا، بدل ما انا كنت بخاف مثلا او بتكسف، لا المخدرات هتخليني اتجرأ شويه. طب اول ما خدت المخدرات هل خليتك تتجرأ شويه؟ يعني هل حسيت ان هي عملت معاك ده مثلا؟ يمكن اللي خلى الموضوع يختلف معايا، لان انا لقيت نفسي فيها مع في وسط الدايره اللي انا دخلت نفسي فيها. هنا زرع الوهم، صح؟ ده الوهم. لان انا هنا هيأته ان انت مش هتعرف تتكلم غير لما تاخد الشيء دوت او تخش في عالم المخدرات. فهو كان عنده استعداد نفسي. كان عنده استعداد نفسي. خلينا نتفق ان ادمان المخدرات هو مرض زي اي مرض، هو مرض نفسي عادي جدا، لكن جذوره اجتماعية. لكن طبعا احنا هنتفق على المفهوم ده ولسه هنتكلم فيه. بالزبط. ان اللي بيدمن المخدرات هو مريض محتاج لعلاج. بالزبط. يعني هو في الحاله دي هو ضحيه او مش ضحيه، يعني مريض محتاج لعلاج. يعني عايزين نقول ان احنا لازم نساعده، مش ان احنا نقول ان هو دلوقتي اجرم. لا، مش كده؟ تمام. هرجع لك تاني محمد، كمل لي. لما بعد ما بدات في، يعني في الاول انت كنت شايف ان هي هتخليك جريء وان هي هتدي لك ثقه اكبر، ايه اللي حصل بعد كده؟ بعدين خلاص الموضوع تطور من كل انواع المخدرات، والمخدرات يمكن بتبقى زي السلم كده. انت بدات بالانواع الخفيفه ودخلت على بعد كده وصلت لغايه اعلى حاجه مثلا الهيروين. فالموضوع ازداد سوء. النشوه واللذه في الاول راحوا خلاص، راحت طبعا، ما بقاش موجود دلوقتي طبعًا. بقى في دلوقتي الم وجع نفسي والكلام ده كله. واي حاجه المهم ان انا اعمل اي حاجه عشان بس اوصل لسبيل المخدر بتاعي، يعني اي حاجه ممكن اسرق، ممكن امد ايدي، وممكن حصل معايا مشكله، حصل كل حاجه. يعني بتهيالي في الحاله دي كنتش في الوعي الكامل، ولا يعني انت في الحاله دي انت واعي انت بتعمل ايه؟ لا اكيد مش ببقى واعي بعمل ايه، انا كل اللي في تفكيري اللي انا اوصل للمخدر، اوصل ازاي، او اجيب المخدر ازاي، او اجيب فلوسه ازاي، ما بفكرش فيها. بس المهم اللي انا اوصل، لو هسرق، لو هكذب على حد، لو هنصب، لو هحور. والمدمن ذكي جدا في الحته دي، اللي هو يعرف يضحك على اللي قدامه ازاي. فكان الموضوع بالنسبه لي في الاخر بقى الوجع، النشوه راحت، بقى في وجع نفسي بس ووجع بدني، ومبقاش في ثقه في النفس خلاص. بس كل اللي انا عايزه اللي انا محصور في دايره ما بيني وما بين المخدر بتاعي، بس مش شايف حد تاني في حياتي، شايف حاجه ومش شايف حد خالص. طيب اول قبل ما اسالك انت ازاي خدت القرار انك تخرج، عايز اسالك انت اوصف للناس ايه الالم اللي كنت بتحس بيه وانت كنت في حاله الادمان الشديده. يعني اوصف لي يوم كده في حياتك مثلا. هو الالم النفسي، بصي، هو مهما شرحته برضه حضرتك محدش هيعرف يحسه قد اللي بيعيشه. يمكن انا زمان مثلا ما كنت بتفرج على اي مسلسلات وفيها، انا لسه كنت هسالك، يعني احنا بنشوف مثلا فيلم النمر والانثى لعادل الزعيم عادل امام او اي، يعني اي افلام، بنقول ان دي مبالغه قوي وان دي افلام ودراما، دي مبالغه. انا لما كنت بشوف الكلام ده برضه كده والافلام اللي بيبقى فيها اللقطات دي بقول ده اكيد يعني ده تمثيل، مفيش كده خالص، مفيش حاجه بتعمل كده. بس انا لما عشت التجربه ذات نفسها على ارض الواقع اشد بكتير قوي واشد قسوه من اللي بيجي في التلفزيون. فعلا دي حقيقه. اعراض الانسحاب حاجه رهيبه، يعني ده الاثر الجسماني ذات نفسه، غير الاثر النفسي او المعنوي اللي بيبقى على الواحد. انا ما بقاش عندي ثقه في نفسي، انا واحد ميت. ميت. يعني أنا واحد ميت. اذا المدمن هو واحد ميت، دي حقيقة. مفيش اي متعه في حياته، مفيش اي انجاز، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. طيب انا عايزه اعرف منك ايه بقى اللي خلاك تاخد القرار ان انا هخرج من ده؟ يعني هل حد ساعدك؟ هل انت خدت القرار ده؟ قرار صعب جدا، لان في الحاله دي مفيش اراده كافيه. دي حقيقه. جات لك الاراده منين؟ هو انا لما كنت بشوف مثلا نفسي وابص في المرايه وبستنى ان انا هموت امتى، انا خلاص انا كنت بستنى انا هموت امتى، يعني كنت
وانت شاب صغير بنام بالليل بقول انا اكيد الصبح مش هيطلع عليا لان انا اكيد هموت، ما فيش بني ادم بالشكل دوت هيقدر يعيش. حاولت كذا مره ان انا اقف على رجلي وابطل وبرده ما عرفتش يعني فشلت. القرار بتاع التبطيل فعلا كان فيه محتاج ان حد يبقى جنبي يساعدني او ياخد معايا الخطوه. ودي جت كانت دور اهلي في البيت او دور والدتي بالاخص اللي هي وقفت معايا او كلمت الصندوق او تواصلت مع الخط الساخن بتاع علاج الادمان وقالت لي طب تعالى نجرب. يعني انا حاولت قبل كده. انتهى يا محمد ولا لا؟ المره بتاعت الصندوق دي انا كنت خلاص يعني جبت اخر، انا حاولت ابطل بكل الطرق. رحت لمصحات خاصه، رحت ما ينفعش، بطلت بالدين، حاولت اروح اعمل عمره ما ينفعش، حبسوني في البيت ما ينفعش، يعني بشتى الطرق ما ينفعش. عارفش. طب انا هرجع لك مره ثانيه، بس هنا هرجع لموضوع الصندوق. يعني من تجربه محمد هو قال حاول في المصحات خاصه وحاول كذا محاوله وحتى انه يتحبس في البيت ما ينفعش. الصندوق ايه اللي مختلف بيقدمه للي عايز يتعافى من الادمان او من المخدرات وبيقدر يساعد الشباب ان هم يخفوا؟ يعني مبدئيا هو المريض لما بيجي لي هو بيكون خلاص سلم كل حاجه في الدنيا، يعني تقريبا بيجي لك مسلم نمر، يعني مسلم كل حاجه، يعني هو خسر كل حاجه بمعنى اصح. في ناس بتيجي في مرحله وسط وفي ناس بتيجي خلاص في اخر مرحله. بس هي الفكره كلها هو المجتمع كله نبذه واخد الوصمه من المجتمع انت شخص سيء، فلما بيجي عندي بيلاقي فيه التقبل، انا متقبله بدون شروط. انكونديشنال يعني زي ما بيقولوا من غير اي شروط. بالظبط. فبتقبله كانسان وببتدي بالفعل اعمله، احنا خلاص بفهمه ان ده مرض وايه طبيعه المرض بتاعته، ايه العيوب الشخصيه اللي عندي اللي خلتني اخش في الادمان، وببتدي هو طب خلاص طب انت عايزاني اعمل ايه؟ ببتدي بقى اقول له الخطوات بتاعه العلاج بتاعتنا. في البدايه لازم اخد بلان، يعني بلان كاملة عن الهيستوري بتاعه كله، سواء كانت مشاكل اجتماعية، مشاكل في الدراسة، مشاكل في الشغل، مشاكل مع أسرته، إيه عنده أي أمراض صحية أو لأ، عنده مشاكل نفسية أو لأ. وببتدي أقعد أنا والطبيب المختص عن الحالة وبنبتدي بالفعل متابعين معي المريض في التوقيت دوت لو هيقدر يكمل أوت بيشنت، يعني بيروح وبيرجع لي كل أسبوع يتابع معايا في العيادة. أوكي تمام. المريض محتاج حجز بالفعل ومفيش حد من الأسرة هيقدر يساعدني في عملية العلاج، ببتدي احجزه للتاهيل على حساب الخط الساخن داخل المستشفيات الشركه. احنا عندنا 23 مركز على مستوى الجمهوريه. العلاج فيها بالمجان بالكامل وسريه تامه على مستوى الجمهوريه كلها. وان شاء الله في خلال سنه 2020 نوصل ل 29 مركز. طيب يعني اذا خلينا نقول دلوقتي انه اي حد بيتفرج علينا بيعاني من مشكلة التعاطي أو الإدمان، أو حد عنده في الأسرة مثلا حد بيعاني من مشكلة، صندوق مكافحة المخدرات هيقدر إن هو يعالجه مجانا زي ما الدكتورة هانم بتقول وفي سرية تامة، وهيعالجه علاج نهائي بإذن الله. طب أنا ممكن نعرف الخط الساخن 16023 شغال على مدار ال 24 ساعة، ويبقى في ناس بترد طول الوقت سهولة الوصول، يعني بيرد عليه هو أخصائي اجتماعي أو نفسي متخصص في علاج الإدمان فقط، حد متخصص جدا ومدرب تدريب دولي. تدريب دولي. حتى انت ممكن بتتصلي بتستشيري هو خط للمشوره والعلاج والاستشارات. يعني لو حد عنده حد عايز يساعده يقدر كمان يتصل، مش لازم الشخص بنفسه يعني. متلخبطه بين مرحله المراهقه، العلامات اللي بتظهر عليها، وهي شاكه ان ابنها ممكن بياخد مخدرات او لا، فممكن برضو بتتصل بتستشير. دي نقطه مهمه جدا، اسمحي لي احنا هنتكلم فيها، بس عندنا تقرير عن راي الشارع في الادمان بعد التقرير مباشره. نرجع مره ثانيه نستكمل هذا الحوار المهم. اتفضل. صندوق مكافحة الإدمان هو مشروع حلو هيساعد الشباب في الإبعاد عن المخدرات والإدمان، وبخصوص القرض اللي معمول لهم كمان هيساعدهم إنه هيطور من حياته، هيقدر يفكر في مجال تاني. المخدرات هي طبعا تدمير للصحة، تدمير للحياة، تدمير لكل شيء، فالقرض ده هيساعده، ودي شيء يعني كويس جدا من الدولة إنها تقدر تساعد الناس ديت وتقدر تحول حياتهم من حياة سيئة لحياة أحسن. صندوق لمكافحة الإدمان والعمل فيه والعمل من أجل وجود أو إيجاد شاب صالح يصلح من نفسه ويصلح لمجتمعه الذي يعيش فيه، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل من أبر البر إلى الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الدولة الفتية العظيمة الكبيرة
تهتم حتى بأصحاب هذه الأمور الخاصة جدا وهذه الأشياء الحرجة جدا تأخذهم وتصلح من شأنهم وتذهب بهم إلى العلاج السليم، وبعد ذلك لا تتركهم بل تمنحهم فرصة للعمل وفرصة لإيجاد أنفسهم من جديد. أي مشروع يتبنى رعاية هؤلاء الذين سقطوا في هذا الفخ لإعادتهم إلى الصواب وإلى الجادة وإلى التفكير وإلى العقل وإلى فرصة عمل شريفة توصلهم إلى الوصول إلى لقمة عيش من حلال وليس من حرام، فكل هذا عمل من أعمال الإيمان، وما يؤدي إلى الحلال فهو حلال وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. صندوق مكافحة الإدمان ده شيء جميل، هيقدر يساعد الناس اللي هم تعافوا من الإدمان على توفير فرصة عمل تساعدهم على ان هم يقدروا يخشوا المجتمع بشكل تاني وشكل جميل ويوفر لهم حياة كريمة وحياة احسن مما كانوا عليها. شوف اي حاجة بتعملها الدولة لشبابنا وللناس اللي هي ظروفها صعبة والحاجات دي كلها حاجات ايجابية، وفي نفس الوقت انت بتتكلم على نقطة مهمة قوي، انك انت النهاردة الشاب اللي هو بيتعلم وبياخد الشهادة بتاعته وبعدين يتأخر شوية في الشغل والعمل، عندنا نماذج كتير متأخرة فعلا في ليه واحد صعب، حتى واحد واخد لسانس أو في إعلام مخلص وممتاز مع مرتبة الشرف، فكل الكلام ده لغاية دلوقتي ما اشتغلش بقاله سنتين ثلاثة، وبرضو في ناس كتير هتقابلها هتلاقي برضو نفس الموضوع ده. فهو زي ما انت بتتكلم بدل ما يروح للإدمان أو يروح لحاجات اللي هي ضعيفة أو يروح للأشخاص اللي هم أهل السوء زي ما بيقولوا أو وقعوا في دائرة الإدمان ويشدوه معاهم، إن هو يعني أنا بسمع برضو بعض الأغاني الغريبة اللي هي في المواصلات اللي هي بتتكلم برضو إن أنا أصل إذا ما حصلت الشغل فأروح فغصب عني بشرب حاجات ممنوعة، لا مش هو ده السبب، الشاب لازم يبقى عنده طموحات برضو. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية بنتكلم في الموضوع المهم جدا اللي أنا الحقيقة حريصة إن احنا نوصل كل المعلومات للمشاهدين اللي اتفرجوا علينا، واحنا بنتفرج على الفيديو دكتورة هوانم قلتي لي إنه في آخر اللي بيجيلك في مرحلة صعبة جدا أو بيجيلكم يعني صندوق مكافحة التعاطي ومتخيل إنه أعراض الانسحاب اللي هي بتكون شديدة ومؤلمة جدا على النفس، بتقولي لي إنه يقدر في خلال 4 أيام مع الأدوية يخف خلاص 4 أيام فعلا بتخفي فعلا 80% من الألم وبيتبقى بس 20%، عبارة عن قيء وإسهال وترجيع سخونية بسيطة جدا، بتعدي المرحلة تماما وبعد كده بيرجع لصحته عادي جدا مفيش مشكلة خالص. أكيد أضعف حاجة على فكرة في التبطيل هي الفكرة يعني بقى إن أنا أكمل يعني مفيش تبطيل يا علي في المسألة، فاكرين الجملة طبعا أنا بقولها ليه لأن الجملة دي طب إن هي دراما بس هي كانت بتعبر إن المدمن بيبقى يائس إنه مفيش يعني إنه مش هو من كتر المشاكل والمحاولات الشديدة في الإقلاع عن المادة المخدرة هو متخيل ان اصعب حاجة هيعدي عليها الالم الجسدية، حتى هو لما بيجيلي العيادة انا مش عايز احس بوجع اول طلب ليه. طب وفي خلال الاربع ايام بيحس بالم يعني 20% فقط لغير حاجات ضعيفة جدا وده طبعا من خلال لان دي وظائف اخراج ولازم الجسم يتعامل معاه. يعني الاربع ايام بمساعدة طبعا المتخصصين مساعدة ادويه معينه انتوا بتخرجوا المخدر بطريقه معينه جدا وبيقضي اعراض الانسحاب وهو قاعد في البيت في وسط اسرته على سريره حتى في اصعب انواع المخدرات بالظبط او الادويه، ما احنا برضو عارفين ان في ادويه احيانا بتؤدي نفس هي نفس الفكره. طيب محمد انا عايز ارجع لك مره ثانيه، لما قررت او بمساعده والدتك ان انت تلجا للصندوق وانه خلاص انه ان شاء الله هتاخد القرار، حسيت بصعوبه في انسحاب المخدر من جسمك؟ يعني احكي لنا تجربتك كده. هو ساعه لما جيت خدت القرار كان عندي بس كنت يائس، كان عندي يأس غريب وفي كان عندي برضو حاجه كده اللي انا مش متقبل ان انا اروح لجهه حكوميه وبتعالج بالمجان فاكيد مش هتعالجني كويس واكيد هيبقى اذا كان الخاص ما ينفعش اذا كان الخاص ما ينفعش فانا هروح لجهه حكوميه بتعالج بالمجان هتعالجني. انت ضحكت لما انا قلت ما فيش تبطيل، يعني الجمله دي بتتقال ما بين المدمنين كتير يعني اللي بيعانوا من الادمان كتير، اصل انا كنت عايش في الحته دي يمكن انا في نص تبطيلي مثلا او كنت لسه في الادمان بتاعي النشط، لما كان حد بيجي بيكلمني اقول له لا ده انا لو عايز ابطل بكره هبطل
كل حاجة تحت السيطرة وكل حاجة تحت إيدي، أنا اللي سايق كيفي وكيفي مش سايقني. معتقدات الغلط اللي احنا كنا بنقولها دي كلها. لما حاولت كذا مرة في أماكن خاصة اللي أنا بطل، قلت خلاص مفيش حاجة اسمها تبطيل، استحالة خلاص، هو ربنا بلاني بحاجة وأنا مش هعرف أبطلها خالص. أنا حاولت كتير على مدار سنين، ولما جيت والدتي خدت لي القرار اللي انا اروح الصندوق، قالت لي طب يلا نجرب. كنت برضو عندي حته الياس اللي حضرتك بتقول عليها دي، فعلا انا اروح اشوف حاجه ازاي، طيب مش هيعملوا لي حاجه بس اعمل اللي عليا. رحت فعلا انا سلمت، يعني حته التسليم اللي انا اروح وانا بارادتي دي حاجه مهمه جدا. وسمعت شويه كلام لقيت الموضوع مختلف. لقيت في 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 دكاتره على مهنيه عاليه جدا من عارفين على دراية بالموضوع، وفي الفرق اللي هم بره في المجتمع كل الناس كانت بتعاملني كأن أنا مجرم، إن المدمن ده مجرم، هم عاملوني كأن أنا فعلا مريض، أنا واحد مريض وجاي لي عايز أتعالج. هو ده اللي احنا بنقوله النهاردة، إن المدمن خلاص هو مريض محتاج مساعدة وعلاج، دي حقيقة، ما نعملوش على إنه مجرم، نساعده. الأثر النفسي كان ليه عامل مهم جدا معايا في العلاج. الاهتمام بتاعهم والطبطبة زي ما بيقولوا، حد طبطب عليا غير لما انا كنت منبوس من المجتمع كله، ما حدش كان بيسلم عليا، دي حقيقه. فده اللي انا لقيته في الصندوق على الاقل. حتى الاثر الجسماني بتاعي مع العلاج ما كنتش حاسس بيه قوي مع العلاج، لان فعلا العلاج كويس. يعني انا وفي خلال الاربع ايام فعلا حسيت بانه خرج 80%. يعني انا عن نفسي يمكن انا خدت فتره كبيره في العلاج، يعني خدت فتره كبيره باخد العلاج وبروح وبرجع وممكن ما اروحش وممكن اتدلع شويه والكلام ده. بس لما خدت اخر مره قبل ما اروح المكان العلاجي اللي اتحجزت فيه تبع الصندوق، فعلا قعدت الاسبوع خدت العلاج وكانت الموضوع بقى اسهل بالنسبه لي. طيب بعد ما خفيت وبعد ما فقت زي ما بنقول كده، حسيت بفرق كبير؟ حسيت بايه؟ فرق الحياه والموت. انا فعلا واحد كنت ميت و عشت تاني. ثقتي في نفسي رجعت لي. حاجات كتير بقيت استمتع باي حاجه، بقيت استمتع بكوبايه الماء اللي بشربها، بقيت استمتع بكوبايه القهوه اللي بشربها، ضحكتي رجعت تاني. يعني لما ببص في عيون والدتي كده وهي فرحانه بيا اللي انا ابنها رجع يعيش تاني من الاول، دي في حد ذاتها كانت بالنسبه لي الحياه. طبعا انا قدامي شاب زي الفل ما شاء الله، يعني عنده كل مقومات الحياه والحياه لسه قدامك. يعني انا الحمد لله، يمكن انا على طول بقول ده اسمه صندوق النجاه. يعني هو انا كنت في كابوس كبير قوي عايش فيه على مدار 14 سنه وصحيت. طب محمد، لو اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وبيعاني من الادمان ومتردد وخايف وما عندوش الاراده ويائس، تقول له ايه؟ هقول له الادمان ملوش غير ثلاث نهايات معروفه، يعني يا السجن يا الموت يا الجنون، ملوش اي نهايه تانية. جربت كل حاجه، انا جربت لك ما تجربش. هي المخدرات لا، اللي هو فعلا مدمن، انا مش بقول لك، يعني طبعا الشباب احنا بنقول لهم طبعا الوقايه خير من العلاج، لكن اللي هو مدمن دلوقتي ويائس وشايف انه ملوش مخرج، تقول له ايه من خلال تجربتك؟ لا، ياخد الخطوه، ياخد الخطوه، يتصل فعلا. هيلاقي انا كنت زيك وكنت متردد. حتى لو مش انت اللي قادر تاخد الخطوه، خلي حد من اهلك وراك ياخد لك الخطوه. هي كان الموضوع كله بالنسبه لي كان مكالمه تليفون. يعني والدتي عملت مكالمه تليفون، هي اللي انقذتني. طيب قبل ما وقتنا ينتهي الحقيقه دكتوره هواني، ما كنت بتقولي لي ان ازاي الام تعرف الفرق ما بين علامات المراهقه العاديه اللي بيحصل فيها تغيرات وما بين انه لا قدر الله ابنها دخل في عالم الادمان؟ طيب هو اساسا علشان افرق بين العوامل بتاعه المراهقه واذا كان هو في الادمان، لازم يكون عندي حاجه اسمها عوامل خطوره. يعني ايه عوامل خطوره؟ يعني لازم في علامات كده معينه اعرف ان الاسره دي مضطربه وهيطلع لي منها شخص مدمن، زي ان الشخص يكون مدلل جدا او بحافظ عليه قوي، بحميه بزياده، يعني الحمايه الزياده غلط، الحمايه الزياده غلط والتدليل الزياده غلط. يعني خير الامور الوسط. ان الاسره يكون فيها تفكك اساسا، ان هما في تصارع كتير، ما بيبقاش في طريقه للتواصل، والام ما بتسمعش ولادها، ما تعرفش مين اصحابهم، بيروحوا فين، بيجوا منين. سمات مرحله المراهقه هو انا عايز كل حاجه هنا ودلوقتي، انا شخص ما بين ان انا عندي احتياجات الطفل، انا لسه دماغ طفل واحتياجات طفل، وبين الملامح الجسديه اللي بتكبر. فانا عايز ابرز نفسي.
طيب امتى الام تعرف او الاب لا امتى يوم ما يحصل انسحاب اجتماعي تبص تلاقيه بينام طول النهار وبيصحى طول الليل. جلد الايد وجلد العين وجلد الشفايف بيكون في تقايحات والالوان بتاعته بتغمق مش بيبقى لون الجلد الطبيعي بتاعنا. تمام. بتلاقي في اثار بقى موجوده زي مثلا تلاقي كبريت ولعات في اثار للطبغ بتاع السجاير في الجسم فلوس بتختفي او بيطلب فلوس بزياده. صوت عالي على طول ومش متقبل اي نقد منهم او اي توجيه. هنا بقى ابتدي اشك كده ابتدي اشك. طب انا لو شكيت اخد ابني واروح اعمل له تحليل؟ قبل ما تاخدي الخطوه دي استشيري لان انا بعامل كل حاله على فرديتها. استشير ارجع اكلم الخطوه دي 23 لان كل حاله على فرديتها لان الاخصائي اللي انت هتتواصلي معاه هو هيسالك شويه اسئله تتناسب مع نوع الاسره بتاعتك او العائله بتاعتك تعرف ايه نوع العلاقات اللي ما بينكم بناء عليه هي تبتدي توجه حضرتك. انا يعني كان لسه عندي اسئله كتير بس للاسف وقتنا انتهى وانا الحقيقه يعني سعيده جدا باللقاء ده لان احنا ده بيدي امل لعدد كبير جدا من الشباب. بس كلمه اخيره محمد انت رجعت بتشتغل دلوقتي وعايش حياتك بشكل طبيعي مش كده؟ الحمد لله تمام بتشتغل وتمام يعني تمام عايش حياتي بشكل طبيعي جدا قدام الناس ويمكن صورتي بيني وبين نفسي قدام الناس بقت احسن من الاول 1000 مره. انا بحييك جدا الشاب محمد يحيى بحييك جدا وبشكرك ان انت جيت معانا وشاركتنا تجربتك وبشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتوره هوانم الفقي استشاري علاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان شكرا جزيلا وبنحييكم طبعا لاعمالكم في الصندوق. واحنا هنا بنقول اي حد بيتفرج علينا النهارده الادمان مشكله ممكن القضاء عليها وممكن انه اي حد اتعرض ليها انه ينجو منها وزي ما شفنا كده يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي. بشكركم جدا. صباح الخير.